الصيفي لفائدة الأحداث الذي ينظم في دورته الثانية هو ملتقى يهدف إلى ملء فراغ يعني فئة من السجناء التي هي فئة الأحداث، خصوصا بعد انتهاء السنة الدراسية والسنة التكوينية. الهدف منه كذلك هو إعطاء هذه الفئة مجموعة من المبادئ والقيم، مبادئ التسامح، مبادئ العيش المشترك، وكذلك التعايش بعضهم البعض. ما يميز هذه الدورة هو كون مشاركة لأول مرة السجينات الأحداث، وكذلك الرفع من عدد المستفيدين، حيث انتقلنا من 1200 مستفيد السنة الماضية إلى 3000 مستفيد هذه السنة، كذلك الرفع من يعني المراكز المستقبلة، حيث انتقلنا من 4 مراكز إلى 8 مراكز. مزيان داروا لنا التنظيم هذا، مزيان نساو شويه الحبس، نساو الوقت، نساو الهموم. وكنشكروا المؤطرين هادو، كنشكرهم بزاف، معاونين لنا شامو، كنشكروا كلشي كن يدير. اللي بأزرو على غرار مجموعة من المؤسسات السجنية عبر ربوع المملكة، الملتقى الصيفي الثاني للأحداث بعد التجربة ديال السنة الماضية اللي عرفت مشاركة مجموعة من النزلاء الأحداث في هذا البرنامج. ما يميز برنامج هذه السنة هو الرفع من عدد المشاركين أو المستفيدين من هذا البرنامج بنسبة 150%، ويشمل 8 مؤسسات سجنية. تم اللجنة المنظمة وضعت برنامج متكامل يشمل عدة مسابقات ثقافية، تربوية، ترفيهية وفنية، مؤطر من طرف مجموعة من أطر المندوبية العامة لإدارة السجون بإمكانياتنا الذاتية وبوسائلنا اللوجستيكية الذاتية كذلك. شيتي عاوننا على حساب باش نغيروا الجو، باش ما نبقاوش نحسوا بالحبس، وتيعاونونا بزاف ديال الأنشطة بحال الأنشطة تاع الموسيقى والأنشطة تاع السبور والأنشطة تاع جميع الأشياء اللي تنحتاجوها، وهادشي تيفوج علينا وما تيخليوناش نفكروا في جميع الحوايج بحال الحبس، بحال أي حاجة تيخليناش نفكروا. قبيلة في إطار هذا الملتقى الصيفي وفي إطار هذا الورشة اللي غتكون كاين البنية الذاتية ضمن ورشات كثيرة كاينة هنا، الهدف الرئيسي من خلال هذه الورشة أننا نتذكروا الأخطاء ديالكم ونشوفوا الوسائل كيفاش يعني نصلحوها. ما كيهمناش أنكم غلطتوا، كنا ممكن نغلطوا، حنا كيهمنا في إطار البنية الذاتية ديالك كيفاش أننا إلا سقطنا نوليو من فوق زيرو ونبداو من جديد. أنا شي إشكال أنك أنت ارتكبتي واحد الخطأ معين وجيتي للسجن. السجن المحلي بني ملال، جينا السجن المحلي أزرو، الحمد لله تنستافدو من الأنشطة، من هالرسم، الرياضة، المسرح، كرة القدم، كلشي. استفدنا العام اللي فات وتنستافدو ثالث العام، وإن شاء الله بغينا نخرجو ونستافدو من هادشي على برا إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.